نروح لكلام أمير، اتفضل. أمير اتكلم برضو في حوار مطول شوية، قال أنا كنت متوقع البداية القوية للعبة الزمالك قدام الأهلي في نهائي الكاف، اللعيبة كانوا مركزين وكانوا بيتمنوا الأهلي يفوز على بتروجيت عشان نواجهه في النهائي ويفوز عليه، وده كان واضح جدا من تركيز اللعيبة في المباراة. المسؤولين في الزمالك عندهم تصالح مع نفسهم، احنا ما بندريش عيوبنا، زي برير معترف كده انه اخفق في الشوط الثاني في التغييرات اللي عملها، ولما اتسأل طب ما مرتضى منصور قال قبل كده ان برير فاشل، راح قايل المستشار مرتضى كده ورجع تاني وقال بعد ما فيريرا رجع قال اعترف انه اخطا لما قال على فيريرا فاشل وانه بيعترف بغلطه وانه اخطا انه مشى فيريرا من اول مره، لكن احنا ما عندناش داخل النادي حد عنده كبرياء وعايز ينفذ اوامره مهما كان، لا الكل عايز مصلحه النادي وكل ماشي ورا مصلحه النادي. كمان اتكلم بقى عن ممر الشرفي واللي حصل، قال كنا اتفقنا ان ينزل مؤمن زكريا مع شيكابالا والتنظيم كان جيد لان العالم كله كان شايفه، رغم ازمتنا مع احمد مرتضى مع احمد دياب، رغم كده رئيس النادي كان واقف جنبه وانا سلمت عليه في المقصوره وعادي جدا، لان الازمات الشخصيه دي يعني موضوع المسؤوليه شيء مختلف تماما، الخلافات الشخصيه حاجه والوضع في وضع المسؤوليه ده حاجه تانية، لكن كنا لو خسرنا كنا هندخل الممر الشرفي، مش عيب ان احنا نخسر من الاهلي، عشان تنجح المنظومه الكرويه لازم يتم معاقبه اللي يخالف زي الامور دي، وهنتأدب بشكوى اللي خلف الامور دي لمصلحه الكره المصريه، وهو يقصد الكابتن سيد عبد الحفيظ، هنتأدب بشكوى ضده باللي عمله في الممر، مش في الممر الشرفي وما سلمش على رئيس النادي. بس انا عايز اقول لامير اللي قال الكلام ده، عايز اقول لامير بقى لان في حاجات لا رجولتي ولا مواقفي ولا الحق اقدر اسكت عليها، وانت بتقدم شكوى في سيد عبد الحفيظ انه ما نزلش المؤتمر الصحفي وانا ضد ده وبغلط الكابتن سيد عبد الحفيظ علانية، انا ضد ده، لكن انا عايز من امير مرتضى، عايز من الاستاذ امير مرتضى المشرف العام على الكورة وهو بيكتب شكوى لرابطة الأندية لمعاقبة سيد عبد الحفيظ الذي كفر ولم يسلم، وأنا ضد ده برضي، ولكن سيد كفر لغاية ما ربنا يكرمنا ونرجعه تاني إلى ملته وإلى صوابه، بس وهو سيد بيكفر بذلك ياريت تكتب في نفس الشكوى أو تعمل حاجة للتاريخ إنك أنت برضي تكتب إن كابتنك كابتن فرقتك شيكابالا راح يحتفل مع الجماهير بشكل لا أخلاقي ويساهم في سب كل الأهلي عبر التاريخ، عشان وقتها نسقف لك ونقول لك أنت راجل محترم، وقتها نسقف لك ونقول لك أنت إيه، أنت راجل محترم، وأنا بهدي لك الفيديو ده، أنا بهدي لك الفيديو ده حضرتك أهو، أنا بهدي لك الفيديو ده اهو، الجمهور بينده على لعيبه الزمالك، وانا على فكره ما كنتش عايز اعرض الفيديو ده ولا ان انا اعمل ده، ولكن ما دمتوا انتوا موضوع سيد مكبرينه يا ريت لو انتوا ادبتوا الكل، يعني ادبوا الجمهور بالعقاب اللي شتم الاهلي ورموزه، وادبوا شيكابالا اللي راح يشتم مع الجمهور وساهم بشكل غير أخلاقي في ظهور صورة متدنية، وعاقبوا الناس اللي كانوا في الأوتوبيس مع إمام عاشور اللي سبوا الأهل بأقذر الألفاظ، وأنا بهدي لك الفيديو ده يا عم أهو أهو. طبعا فاهمين استفارة هتقول لي مش شيكابالا، طيب اهو تعالي تاني اهداء للاستاذ امير مرتضى منصور، تاني الحق احق ان يتبع اهو، بص
دايما وابدا المحترم يوليا سيد عبد الحفيظ غلط يحاسب. شيكابالا 700 مرة لا يحاسب. الناس اللي شتمت في الاوتوبيس دي لعيبة وكان معاهم امام عاشور وقعد يقول لهم لا 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 بس مش هقدر اعيدها تاني لاني عرضتها لكم قبل كده ومش عليها صفارة وانا نسيت اعمل عليها صفارة النهاردة. خلاص يا ريت الاستاذ امير بكل احترام وتقدير يقول سنحاسب شيكابالا واللي شتموا الاهل في الاتوبيس ونطالب بوقفة ومحاسبة للسيد عبد الحفيظ. والله العظيم اطلع اسقف لك. احنا مشكلتنا في ايه اذا غاب العدل؟ مشكلتنا في ايه المعايير مش محترمة؟ مشكلتنا في ايه كلمنجية وما بنطبقش قوانين ولا لوائح؟ كلمنجية هتقولي الأستاذ أمير بيقول الفيديو مفبرك لابس 20 وبص وأنا عندي أصل الفيديو من أول بص أصل الفيديو من أول ما نداه لهم الجمهور أهو. بعتذر مش هقدر انا عندي الفيديو كامل بس عشان خاطر انا محضره قلت يعني يمكن يكون لي عوزة عندي كامل من اول ما ندعوا اللعيبة لاعب لاعب ولما جاش كبالة قالوا الهتاف الخارج وزاد انا بس وريتكم اصل الفيديو غير اللي نازل في المواقع غير اللي نازل في المواقع محدش يقول متفبرك اهو قدامك اهو وانا مراسلي في الملعب اللي مصوره مش حد بعتهولي ولا مشجع بعتهولي انا بس عزز عليا اكمل الالفاظ لكن ما يجيش حد يقولي متفبرك ما هو انتوا فقدتوا المصداقية ليه انتوا عاملين انقسام بين الناس ليه عشان ما فيش عدل انا لا ليا حسابات مع سيد ولا انا ضد شيكابالا ولا ليا حسابات مع شيكابالا ولا ضد سيد عبد الحفيظ انا راجل عايز الحق انتوا شغالين لبانة ما سلمش سيد سيد بره المضمار سيد ما راحش في الممر الشرفي كله ده خطأ فادح عمله الكابتن سيد عبد الحفيظ لا ارضى بيه ولكن وانت بتتكلم على غلط في ناس ثبت رموز ميتة وناس حية عشان الناس تصدقك لازم تجيب الحالتين وفي ناس حالة تالتة في الأوتوبيس ثبت بأقذر الألفاظ ولاعب منهم يعني لو اتجاب شاهد هيقول لما قال لا 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 هيتقال وهيجي ويتحقق معاه ناس بتقول لي لو سمحت اعرض الباقي علشان فعلا في ناس ما مصدقاش حاضر اهو كان قاعد مع جمهور الزمالك عشان بس تبقوا عارفين اهو
جبت لك الباقي حتى لما اخلص اشتيمه عشان ما حدش يفكر ان انا متربص بحد. لكن انا عايز اقنع الناس ان سيد غلط. انا عبد الناصر عايز اقنع الناس ان سيد غلط. هتمسكوا البانة بقى وتلفوا على كل القنوات وسيد سيد 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 سيد. طب ما هو شيكابالا 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 شيكابالا. ما عشان جمهور الاهلي ده يحترمك لازم تبقى عادل حتى وانت بتتكلم. هو هيفضل كل ماتش يد سلة طايرة بلي سبع بلاطات كرة قدم شيكابالا يروح يشتم في الاهلي كده؟ او الجمهور لما يشوف شيكابالا يديله السلام الوطني بتاعه ده؟ لا طبعا لا طبعا. ده بس انا بهديه للمحترم الكابتن امير مرتضى منصور. لوائح وقوانين بس. والله العظيم لوائح وقوانين. والله العظيم لوائح وقوانين. والاخوه لوائح وقوانين. والدنيا تمشي زي الساعه. بص يا بيه برضي اهداء للاستاذ امير مرتضى. بص الكابتن ابراهيم سعيد على تويتر اهو عشان بس ما الناس ما تقولكش عبد الناصر اهو اهو. بص ما فعله شيكابالا لا يصدر من كابتن لنادي الزمالك المفروض قدوه للعيبه والجماهير. وفي الاخر لما جمهور الاهلي بيهاجمك بتزعل وتجيب ناس تزعل تزعل وتقعد تشتكي ويبكي زي العيال ويطلعوا يقول لك عبد الناصر كره للزمالك وعدو الزمالك. انا بقول لك سيد غلطان اهو عشان انا عارف الحمله بكره هتبقى عليا. ده كلام ابراهيم سعيد.